حاسب يا حبيبي انت رايح فين؟ حاسب مجموعة. رايح شارع فاروق يا عم. يا شارع فاروق بعيد عنك خالص. حاسب يا حبيبي انت بتخبط فين؟ معلش يا مصطفى كفيف والله. ولا يهمك يا حبيبي، انت كنت بتقول رايح فين؟ رايح شارع فاروق. تعالى اوديك يا حبيبي. حاسب يا حبيبي بتخبط فين يا حبيبي؟ معلش يا عمر. تعالى بابا اوديك. خلاص يا حبيبي احنا وصلنا المكان اللي انت عايزه. يابا انت كنت رايح لمين؟ في واحد هنا يا عم بيديني فلوس عشان انا غلبان والله. خد يا حبيبي القرشين دول 15 جنيه هما اللي معايا والله حبيبي. طويل وعريض ومعرفش لغير 15 جنيه. ايه ده الواد بيشوف؟ خد يلا.